احنا نلعبوا في الموسيقى التونسيه avec des instruments occidentaux voilà ما تقدر نسوق ونحب نطلع الموسيقى التونسيه على شكل انترناسيونال كيما عمل شيب خالد par exemple طلع الراي ردوا موسيقى معناتها الدور في العالم الكل حلم هي حلمة اما نحبوا احنا نوصلوها للعباد معناتنا ومو بدينا توا فيها ما بديناها انا ومحمد معناتها عاوني هو ودزني خاطر انا نعيش في ايطاليا وبعيد دونك نحلم وحدي غادي وليت نحلم انا وياه حتى لي كوريسبوندون معناتها ولينا نحلموا حتى بار سكايب معناتها الاوبجيكتيف تاعو اول حاجه باش ندخلوا الاستوديو نبداو نسجلوا ان شاء الله نخرجوا البوم سي سا من مهرجانات لكم سنوية توفيق اي اكيد اكيد